صحيح. القوام اللي موجود وطبعا مجهود حضرتك بجهازك الفني المعاون بالكامل وتدعيم الإدارة من بداية الموسم من صفقات وجهاز فني متكامل ودعم مادي وتوفير الصالة أماكن في الصالة وأدوات وكل الإمكانيات، بعد الكلام على الإمكانيات كلها يعني، والقوام اللي موجود، الفرقة دي تقدر تعمل إيه خلال الموسم؟ طبعا يعني انا مش عايز طبعا في الاول خالص، ودي مش انا يعني مش من عادتي ان الواحد يقعد يتكلم على حد يعني وكده، بس طبعا انا بشكر جدا المستشار مرتضى منصور على دعمه الكامل لفرقه البنات بالذات بتاع الفولي، لان انا شفت ده بعيني قبل مباراه الاهلي بيوم. يعني هو دايما بيسال وبيدعم، لكن قبل الماتش بيوم هو جالنا الصاله الكبيره، وكانت اول مره يحضر تمرين البنات، كان قبل الماتش بعد الخساره من الاهلي يعني قبل ماتش الاهلي الثاني بيوم، واتكلم مع البنات وقال لهم انا واثق ان انتوا هتكسبوا تاني يوم، والله قال لنا كده انا واثق ان انتوا هتكسبوا الماتش بتاع الاهلي بكره. فبشكره جدا طبعا على دعمه وعلى طول طبعا بيدعمنا، وطبعا انت اكتر حد عارف استاذ احمد مرتضى ما بيسيبناش، بيبقى موجود معانا في المعسكرات. وطبعا باقي اعضاء مجلس الاداره كلهم والمشرفين ونشاط رياضي، اللي انا اقصده ان فعلا زي ما بتقولي النادي ما قصرش مع الفرقه في حاجه خالص، سواء مع الجهاز اللي احنا يعني اخترناه، الجهاز هو اللي اتحط، كل الصفقات اللي كنا عايزينها النادي وفرها وجابها، المحترفين اللي احنا كنا عايزينهم النادي جابهم، فحتى البنات هم عارفين ده، عشان كده البنات بيتعاملوا مع النادي بكده، ان انا مش فارق معايا اي ظروف خارجه عن التسعه في 18 اللي هو الملعب بتاعنا، تسعه في 18 انا بخش الملعب ماليش دعوه باي ظروف خارجيه، انا كل همي ان انا اعمل احسن حاجه عندي، احنا بنتعب ونجتهد وبنرضي ربنا في شغلنا، فربنا اكيد هيرضينا يعني. صحيح صحيح.